أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث. كما تعودتم في هذا البرنامج أن نطل على آخر المستجدات السياسية ونحللها ونناقشها مع ضيفي الكريم لهذا اليوم الأستاذ موفق مطر الكاتب والمحلل السياسي. تحياتي أستاذ موفق. كالعادة نبدأ أيضا بجولة سريعة لأبرز ما تداولت صحف اليوم من عناوين، ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش التي هي متفرعة بتفاصيلها ولكنها في نهر واحد تجري. لنتابع. نستهل هذه الجولة بأبرز ما تداولته الصفحات الأولى من الصحف المحلية ومع جريدة الأيام. عضو اللجنة المركزية في حركة فتح صخر بسيسو يقول قيادات في حماس تعمل لتعطيل المصالحة وابتزاز مصر، وحركة حماس تعترف قضايا أمنية ولوجستية تحول دون إنجاز انتخابات المكتب السياسي. إلى صحيفة الحياة الجديدة، الأسرى من السجون الإسرائيلية جرادات استشهد على يد عملاء في قسم العصافير، وبيرس يمنح نتنياهو أسبوعين إضافيين لتشكيل الحكومة. من صحيفة القدس نقرأ إسرائيل تحاول إنهاء الإدارة الأردنية للمسجد الأقصى والبناء في البراق مقدمة لتكراره داخل أولى القبلتين. وكتبت أيضا وفد برلماني أوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام. من الصحف المحلية إلى أهم الصحف العربية ومع جريدة الدستور الأردنية، شنق فلسطينيين في مخيم اليرموك بتهمة التعامل مع النظام السوري. إلى صحيفة الغد، غزة بلا معابر وأنفاق، أسعار جنونية وكساد. إلى صحيفة الأهرام المصرية، مرسي يوافق على لقاء كيري والبدوي وصباحي يعتذران. ومع جريدة الخليج الإماراتية، مخاوف إسرائيلية من تأثير التقشف الأمريكي في دعمه عسكريا. ونكمل من النهار اللبنانية، هنية يدعو إلى انتفاضة ثالثة دعما للأسرى في السجون الإسرائيلية. مع الصحف العربية الصادرة في لندن ومن القدس العربي نقرأ حماس تشدد من قبضتها على غزة وتلاحق مطلقي الصواريخ الذين خرقوا التهدئة وتشترط موافقتها المسبقة للمواطنين لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حنون. إلى الحياة اللندنية، مسؤول إسرائيلي يقول إيران ستمتلك أسلحة نووية. ننتقل إلى الصحف الإسرائيلية ومن صحيفة معريف نقرأ مواجهات في الضفة وغزة ومصدر أمني يقول للصبر حدود. ومن صحيفة يدعوت أحرانوتي نقرأ للمرة الثانية خلال شهرين يجتمع نتنياهو مع الملك الأردني والاعتقاد السائد أن نتنياهو والملك بحثا إمكانية توسط الأردن في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. إلى صحيفة هارتس، مستشار نتنياهو يقولون سنضطر إلى تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية. وختام هذه الجولة بأهم الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست، نواب أمريكيون يسعون لمنع المعونة عن مصر. إلى نيويورك تايمز، كيري لن يصر على مشاركة المعارضة المصرية في الانتخابات ويسعى لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية. وأخيرا من الجارديان البريطانية، جون كيري حث تركيا لإصلاح العلاقات مع إسرائيل بعد تصريح الصهيونية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ موفق مطر. أستاذ موفق، قضايا دولية أو إقليمية كثيرة، اجتماع نتنياهو مع العاهل الأردني للمرة الثانية بحسب الصحف، ثم تصريحات أردوغان حول وصف الصهيونية والفاشية والإسلاموفوبيا بخانة واحدة، ثم الحديث عن انتفاضة ثالثة هل ما زال قائما، بعض الآراء تقول بأنه بدون غزة لن تكون هناك انتفاضة في ظل حالة التربص من بعض الأطراف لهذه الانتفاضة ومحاولة سوقها لأمور أخرى. مسألة أخرى، هل حركة حماس من ناحية مواقفها الأخيرة تجاه انتفاضة كما يقول هنية أو صلاح البردول أو أحمد بحر من قيادات حركة حماس في قطاع غزة إلى ضرورة اندلاع الانتفاضة في قطاع غزة، ومن ثم نسمع عن وثيقة سربت من الأمن الداخلي لحركة حماس أو لحكومة حركة حماس. المقالة طبعا تقول بأنه هناك ملاحقة لمطلقي الصواريخ بالإضافة إلى اشتراطها لإذن لمن يريد أن يغادر قطاع غزة عبر معبر إيرز، وما يواجه أيضا الفلسطينيون المقدسيون بالأساس من ناحية أنه في باصات للفلسطينيين خاصة. هذه كلها محاور هذه الحلقة. نبدأ بالشأن السياسي
وزيارة بنيامين نتنياهو وتعثره في تشكيل حكومته حتى الآن، وزيارته ولقائه مع العاهل الأردنية. الأوساط تتحدث من أنه يطلب وساطة أردنية لاستئناف المفاوضات عشية زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وهناك من يقول من مستشاري بأنه سيقبل بتجميد أو لا خيار لديه إلا تجميد للاستيطان لفترة زمنية محدودة خارج المستوطنات الكبرى كما سربت المعلومات. ماذا يعني ذلك؟ على ماذا نحن مقبلين على هذا الصعيد؟ أعتقد أن شكل الحكومة التي ستنتج في النهاية والأحزاب المشاركة فيها وبرنامج هذه الحكومة الإسرائيلية هو برأيي هو النتيجة والاختبار لقوة الصمود السياسي الفلسطيني وصمود القيادة الفلسطينية. بمعنى إذا فعلا هذه التوقعات قد صدقت، بمعنى أنه تجميد الاستيطان ولو جزئيا خارج القدس، وإذا استطاع نتنياهو ضم بعض الأحزاب التي المعنية بحل دولتين والمعنية أيضا بحل سياسي مع الفلسطينيين، أنا أعتقد أن قوة الصمود الفلسطيني أو الصمود الفلسطيني السياسي والشعبي قد بدأ يأتي بثمار. بتقديري أيضا أن زيارة نتنياهو الآن للملك عبد الله هو يدرك جيدا طبيعة العلاقة بين القيادتين السياسيتين في فلسطين والأردن، بين تحديدا الرئيس أبو مازن والملك عبد الله. وأعتقد أنه يطلب ضغطا على الرئيس أبو مازن لإيقاف هذا الحراك الشعبي الذي انطلق نصرة للأسرى والذي انطلق أيضا في مواجهة الاستيطان أيضا، وتنفيذا لاستراتيجية مرحلية تحت عنوان المقاومة الشعبية السلمية التي أيدتها أو بالأحرى أقرتها القيادة السياسية الفلسطينية. هنا أعتقد أن الأمر يحاول نتنياهو الآن تطويق هذه الحالة الفلسطينية الآن التي يبدو أنها بدأت تتوسع وأيضا تترك آثارا في لدى المجتمع الدولي، وخاصة قضية الأسرى، وربما كانت قضية استشهاد الأسير عرفات جرادات هي التي قد كانت كومضة لدى المجتمع الدولي، وخاصة أن القانون الدولي يحرم هكذا جرائم بشكل كبير ويحاسب عليها. طيب قبل أن ننجرف، مسألة أنه نتنياهو يريد من العاهل الأردني أن يضغط على الرئيس أبو مازن، ما الذي سيجعل الأردن مثلا يتجاوب مع طلب أو محاولة من بنيامين نتنياهو على هذا الصعيد؟ مقابل ماذا؟ هل تعتقد بأنه قد تكون المساومة على هذا الصعيد تجميد للاستيطان، استئناف للمفاوضات، تجاوب مع دور أمريكي؟ ربما يقول البعض بأنه قد يأتي بشيء، البعض الآخر يقول بأنه لا شيء جديد. حسب علمنا ومعرفتنا بأن التنسيق بين القيادتين الأردنية والفلسطينية في أعلى مستويات، والموقف الأردني لا يختلف أبدا عن الموقف الفلسطيني فيما خص موضوع الاستيطان وفيما خص أيضا موضوع حل الدولتين. والمصلحة الفلسطينية هي مصلحة أردنية والمصلحة الأردنية هي مصلحة فلسطينية في موضوع الحل السياسي في المنطقة الذي أقرته الشرعية الدولية. نعتقد تماما وأنا أؤمن بذلك بأنه لا يمكن للمملكة الأردنية أن تقبل ما لا يقبله الفلسطيني على الإطلاق، ولا يمكن أن يمارس الملك عبد الله أي ضغط على الرئيس أبو مازن أو على القيادة الفلسطينية السياسية الفلسطينية، لأنه أيضا هذا لأنه استمرار الحالة واستمرار حالة الاستيطان واستمرار حالة الاحتلال واستمرار هذه حالة الحرب بمعنى آخر أنه لا توجد حل في الأفق سياسي لموضوع الدولتين، الأردن سيتضرر. الحل السياسي في المنطقة حل دولتين سيفيد الأردن، وخاصة أن ما يمكن أن نقول أنه عدوى التحركات الشعبية في المحيط العربي المحيط فلسطين ممكن أيضا أن تنال من الأردن. الأردن ليس في مأمن الآن، وخاصة بعد هذا الذي يحدث في سوريا والعراق وأيضا في دول المجاورة. وبالتالي نعتقد أنه لن القيادة الأردنية لن تلبي طلب نتنياهو إذا كان في إطار الضغط على القيادة الفلسطينية. أما إذا كان هنالك
نوع من التشاور فيما يخص الرؤية المستقبلية لبرنامج حكومة نتنياهو، نعتقد أنه ربما، لأنه أيضا نتنياهو يعي أيضا متطلبات الدول التي لإسرائيل معها علاقة ما بطريقة معينة. ثقتي أنا أن المملكة، ثقتي أن المملكة ترعى مصالحها أولا، يعني الملك عبدالله يرى مصالح الأردن أولا، يرى مصالح فلسطين. هذا بحكم العلاقة الاستراتيجية بينها. والقضية الفلسطينية بالنسبة للأردن مسألة أمن قومي، هذا لطالما قال، وقضية مصير. طيب نعم، مسألة أخرى أيضا ذات علاقة، ما قاله أردوغان في تصريحاته أمام مؤتمر فيينا لتحالف الحضارات، قال عن وصف الصهيونية والفاشية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية في خانة الجرائم ضد الإنسانية، قامت الدنيا ولم تقعد على هذا التصريح، في إسرائيل لم تقعد حتى الآن. يعني السؤال، هل قال أردوغان شيئا غريبا حتى ينبري بان كي مون للتنديد، أو جون كاري وزير الخارجية الأمريكي للتنديد والاستنكار ومطالبات بالاعتذار حتى وصلت في بعض التصريحات؟ هل أردوغان والعلاقة التركية الإسرائيلية تختلف باختلاف الأهواء؟ يعني سمعنا قبل فترة عن صفقة عسكرية تمت بين تركيا وإسرائيل على طائرات، مش أكيد، ولكن يعني أنا مش متأكدة من نعم. شو طبيعة الصفقة، ولكن أعرف أنها عسكرية كما تداولتها الأنباء في ذلك الحين، وقيل بأن هناك كسرا للجمود في العلاقة بين البلدين، ثم يخرج طيب أردوغان ليقول هذا الكلام. ماذا يعني ذلك؟ أردوغان ربما، أو القيادة التركية ربما، تأخرت في هذا التصريح. نحن نعرف أن هل أتى بجديد كان أصلاً؟ كان هنالك قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار أرض الصهيونية حركة عنصرية، أو بالأحرى عنصرية، لكن ألغي هذا القرار. بمعنى أنه بالإمكان الآن أي أحد أن يقول لأردوغان أنه قد خالف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن إذا كان هو من وجهة نظر ثقافيا، من وجهة نظر تاريخية، من وجهة نظر، هل ألغي بناء، يعني أنا اللي بعرفه أنه ألغي بناء على طلب إسرائيل لاشتراطها المشاركة في مؤتمر مدريد في 91، وليس يعني بسبب أنه الوضع أو الحالة اختلفت في الحالة الصهيونية. إطلاقا من دون شك. طيب، هل قول أردوغان هذا في هذا التوقيت له مناسبة سياسية معينة؟ هل يحتاج الأمر أن يتم مساندة هذا الكلام، أو حتى يعني من باب يعني أنه أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي هو الوحيد من كان من وزراء الخارجية الدول الإسلامية والعربية من تواجد في قاعة التصويت في الأمم المتحدة، أنا شخصياً أو للحديث عن أنه يعني الرجل لم يخطئ؟ أنا شخصياً أعتقد أن القيادة التركية تحاول دائماً بين فترة وأخرى، وكلما خمد بريقها لدى الجمهور العربي، محاولة استرجاع هذا البريق أيضا في الموضوع الصراع، نعم، في الموضوع صراع مع إسرائيل، وفي الموضوع الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي. الموقف التركي مثلا قياس اللي بموضوع السوري خمد وضعف، وبالتالي كان ملاحظا هذا ربما كانت محاولة من أردوغان، لكن أنا أعتقد، وهنا كمحلل ليس كموقف، أنه كرجل دولي ما كان له ينبغي أن يقول هذا القول الآن في هذا لكن طالما أنه كان يتحدث في موضوع ندوة تتحدث عن الحضارات، نعم، قد يكون هذا مبررا، لكن كرجل دولي، وأعتقد أنه لم يخرج عن سياق ممكن أن نقول سياسيي التيارات الإسلاموية الحاكمة، ولكن وأن هو إلى حد ما معتدلا يعتبر قياسا إلى التيارات الإسلامية أو الإسلاموية الحاكمة في أقطار عربية ربما مجاورة أو غيرها. لذلك أنا أعتقد أنها هي محاولة لدائما لتغيير المواقف ولجذب النظر والتأييد أيضا من جمهور مغلوب على أمره أو يحتاج هكذا مواقف
لإعادة أيضا ربما لأنه هو بشكل عام كمان يعني معلش هو بشكل عام يبدو بأن القضية الفلسطينية هي مطهر الزعماء في الوطن العربي يجب أن نعترف أنها استثمار. صحيح، إيران ليست بعيدة عن هذا الشيء أيضا. طيب بالتأكيد. مسألة أخرى، مسألة المصالحة الفلسطينية أو يعني اجتماعات إنهاء الانقسام، وإن فقد الشارع أملا كبيرا وفقد أجواء إيجابية كانت يعني مبشرة في الفترة السابقة. في القاهرة اتفقت حركتا فتح وحماس على وجوب تحييد الضغوطات والتأثيرات الخارجية على مسيرة المصالحة، هذا ما اجتمع على قوله موسى أبو مرزوق نائب الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعزام الأحمد القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية طبعا فيها ومسؤول ملف المصالحة أيضا. ثم نسمع أشياء مختلفة من تصريحات يعني تناقض ما تم الإعلان عنه. إسماعيل هنية يقول رفض المفاوضات أو استمرار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووصف هنية المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بأنها عبثية وأن استمرارها استهتار بعذابات الأسرى، حيث قال نتحمل مسؤوليتنا وسندفع كل الثمن لتحرير الأسرى ونتابع مع مصر قضيتهم. ثم صلاح البردويل يتهم الرئيس برهن المصالحة بنتائج زيارة أوباما والأحمد لا يتمتع بالأساليب الدبلوماسية. ثم يقول في مسألة اختراق الاحتلال للتهدئة بأن حماس تقول للاحتلال بأن عليه ألا يتوقع أن تكافئه المقاومة الفلسطينية على اختراقه لهذه التهدئة، مشيرا إلى أنه إذا تواصل القصف واعتقال الصيادين وقتل الناس الأبرياء في قطاع غزة فإن الأمور ستتغير. ثم نسمع أو نقرأ وثيقة أمنية تكشف أوامر من حماس بملاحقة مطلقي الصواريخ على إسرائيل، هذا كان على شكل تعميم في الأمن في حركة حماس في قطاع غزة، وحديث آخر في شق آخر اشتراط موافقتها على مغادرة أهل القطاع عبر معبر إيرز إلى الضفة الغربية. هذا الكلام، وحتى أحمد بحر كمان قال في هذه المسألة حول مسألة الانتفاضة بأنها يجب أن تكون في الضفة ليس في غزة. ما نسمعه عبر المؤتمرات الصحفية من القيادات العليا وما نسمعه من قيادات لحركة حماس في قطاع غزة وما نسمعه من رفض وتنديد لمفاوضات قد تبدأ وقد لا تبدأ بين السلطة الفلسطينية أو بين دولة فلسطين المحتلة وبين إسرائيل، وما نسمع ونعرف حول المفاوضات غير المباشرة اللي أصلا ما زالت مستمرة بين حركة حماس وإسرائيل، والحديث عن انتفاضة في الضفة ومنع إطلاق الصواريخ واعتقال مطلقي الصواريخ في قطاع غزة. هذه المعادلة نريد أن نفهمها كشارع فلسطيني حول موقف حركة حماس من ناحية وحول موقف حركة فتح من المصالحة أيضا في ظل وفي ضوء استمرار ما يجري. يقينا وأنا مؤمن بذلك تماما بأن موقف حركة فتح من موضوع المصالحة لا يتأثر بأي ضغوطات لا أمريكية ولا إسرائيلية ولا أوروبية على الأطلاق، وكلنا نعرف وحتى قيادات حماس تعرف، حتى أن رئيس المكتب السيادي خالد مشعل كان مستغربا وعبر عن ذلك في اجتماع سري مع قيادات من الجبهة الديمقراطية عندما كانوا في دمشق من قوة صمود أبو مازن في مواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية والتي نالت شخصه بمعنى تهديد بتصفيته. هذا أولا. وبالتالي حركة فتح لا مؤثرات عليها خارجية، ليس المصالحة خارجة عن سياق المفاوضات. إذا تم إيقاف الاستيطان وتم الرجوع إلى المفاوضات، ولا أيضا لها علاقة بأي مبادرات أمريكية إذا كان هنالك مبادرات أمريكية قادمة. هذا أمر محسوم لدى فتح. الأمر الآخر، ما يقول السيد صلاح البردوي، هل الاحتلال أصبح دبلوماسيا إلى هذه الدرجة لنعطيه الثقة مثلا باتفاقيات تهدئة وبأيضا مفاوضات غير مباشرة سميتها في إحدى مقالاتي مفاوضات الحيط بالحيط التي رعاها الجانب المصري؟ سؤال هذا، كيف يمكن أن يقول عن عزام الأحمد الذي
بعد إثر عودته من القاهرة مباشرة تحدث كرجل وطني ورجل دولي مسؤول وبكل الدبلوماسية. عندما خرجت كل التصريحات مباشرة إثر اجتماعات القاهرة الأخيرة وكانت تشيع أجواء التشاؤم، عقد مؤتمرا صحفيا وقال حرفيا ما حصل وما قاله السيد خالد مشعل للرئيس: أنت تقول يا أبو مازن ونحن ننفذ، أو بهذا المعنى أنه نحن معك يا أبو مازن. وكشف أمام عشرات الوكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية والصحفية كانت حاضرة ما جرى بالضبط في المؤتمر، وكان طيب يعني من ليس أجواء تفاؤلية حول موضوع المصالحة. يعني صحيح، ولكن ليس من باب الدفاع عن أبو نداء، ولكن هو مش محور موضوعي في هذه النقطة. المسألة في مواقف حركة حماس قطاع غزة، وما قالوا مثلا صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأنه قيادات حركة حماس وبعض الأعضاء في التشريع في غزة يعملون ضد إنهاء الانقسام، وقال بأن هناك ابتزاز لمصر من قبل حركة حماس حول مسألة الأنفاق أو فتح المعابر مقابل المضي في المصالحة من عدم. في موضوع المصالحة أن المشاكل الداخلية لدى حماس تطفو الآن على السطح، وهي التي تشكل عوائقا أمام المصالحة. هذا واحد. اثنين، أزمة العلاقة مع القيادة المصرية وأزمة الأزمة المصرية، اختلاف وجهة نظر القيادة السياسية والقيادة العسكرية في التعامل مع قضية سيناء وأراضي سيناء والأنفاق، هذا واضح أيضا للعيان، هي التي تجعل قيادة حماس تتعذر أو الأحرى تبحث عن أسباب وهي للهروب من تنفيذ الالتزامات بالمصالحة، علما أن الرئيس أبو مازن قد أشهد المصريين الطرف المصري على ما تم الاتفاق عليه، كان بوجود الرئيس أبو أو الرئيس أبو مازن وبوجود خالد مشعل، والطرف الراعي المصري كان حاضرا وكان شاهدا على ما كان تم الاتفاق عليه. لكن عملية التذرع بأنه لا مصالحة إذا لم يتم تبديل الأحمد مثلا، هذه أنا أعتقد أمور لا يجوز طرحها، لأنها لا تتساوق، أو بالأحرى لا يمكن أن تنسجم مع المصلحة الوطنية العليا. نحن من أجل المصلحة الوطنية حتى نفاوض إسرائيل من أجل مصلحتنا الوطنية. الآن موضوع الانتفاضة بالضفة وموضوع الصواريخ وملاحقة وملاحقة مطلقي الصواريخ وقول أنه يجب أن تكون هنا انتفاضة نصرة للأسرى، نعتقد أن في الضفة ما يحدث الآن ما كانت بحاجة إلى لا قرار من إسماعيل هنية ولا قرار من حماس في هذا المجال. التيار الوطني الفلسطيني، حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، هي التي تقود هذا نصرة الأسرى، هذه المسيرات وهذه التظاهرات وهذه الفعاليات. حركة فتح حقيقة أقرت هذا الأمر وقيادتها تعمل على هذا، وقوة وطنية أيضا الفلسطينية التي تشارك بشكل دائم، وهنالك قرار استراتيجي بتوسيعها أيضا، ولكن تبقى تحت الانضباط أو بالأحرى السلمي، منضبطة ومنظمة حتى لا تخرج في النهاية، لتصب في النهاية في خدمة الأجندات الخارجية التي تبشر بها حماس. حماس تقول عن الانتفاضة، وربما نحن نقول بالمقاومة الشعبية السلمية لكل بكل الوسائل لمقاومة الاحتلال، وهنالك أيضا وضعنا برامجا أو وضعت برامج بهذا الخصوص. الآن القول بأن الانتفاضة بمعنى وكأنها الثالثة، أنا أعتقد أن مصير الشعب الفلسطيني أو حركة العمل الوطني الفلسطيني لا ترتبط بعدد الانتفاضات ولا ترتبط بالانتفاضة الثالثة، هنالك الظروف الموضوعية التي تفرض شكلا من أشكال المقاومة لهذا الاحتلال الاستيطاني، وأعتقد اليوم عليها إجماع وطني كل قيادات منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها أيضا
أو بالأحرى كل على الإطلاق. هشوف. وأضاف نعم. عليها رئيس المكتب السياسي خالد مشعل قال أنه موافقا على وأقر بذلك في مؤتمر صحفي بأن المقاومة الشعبية هي سبيلنا الآن لأن الظروف الموضوعية سيد موفق لا تبرر. يعني نحن كمراقبين ما نرى أو يعني كشارع فلسطيني ما يرى من ما تطلق حركة حماس كشعارات أو ما تطالب في الضفة الغربية هي لا تمارس في قطاع غزة، وما تمارس حركة فتح أو ما ترفع من شعار هي تمارس على الواقع ولا تبالغ في شعاراتها. صحيح. وإن كنا متحفظين على عدد المشاركة ونوعيته. نعم. وحشده بالنسبة لحركة صحيح. فتح، ولكن القدس قد تقلب المعادلة بالنسبة للضفة الغربية ولقطاع غزة ولطموحات كل متربص للآخر أو كل محافظ ضد الآخر. آخر ما حرر في مدينة القدس بأن هناك قرارا إسرائيليا بأن يوجد باصات للفلسطينيين فقط، وأنه قد تقام هذا في مطلع الأسبوع القادم سيبدأ في مدينة القدس، بأنه ممنوع لأي فلسطيني أو عربي يعني في مدينة القدس بأن يستقل حافلات النقل الخاصة بالإسرائيليين. هذا عنصرية واضحة. من ناحية أخرى العدائية من قبل اليهود أو المستوطنين والمستوطنين المتواجدين في مدينة القدس ضد الفلسطينيين قد بلغت ذروتها. حالة البصق، جذب الحجاب عن فتاة في المدينة المحتلة، ثم أيضا ما جرى صباح اليوم من دوس لجندي إسرائيلي على القرآن أو المصحف الكريم، هذا كله ينبئ بشيء قادم في القدس. هل تعتقد بأنه هذا قادم؟ هل يعني إسرائيل تريد نحن نفهم، ولكن كيف سيتم التعامل معه فلسطينيا؟ كيف طريقة صده أيضا على المستوى الشعبي وعلى المستوى القضائي والسياسي؟ اسمحي لي أن أقول دائما وأنا صريح في هذا الموضوع وأيضا أقول ما أفكر به للسادة المشاهدين، أن غالبا ما تكون قراراتنا وتوجهاتنا وخطابنا الإعلامي والسياسي أحيانا غالبا ما يكون محفزا للاحتلال أو بالأحرى مبررا للاحتلال لاتخاذ إجراءات من هذا النوع، العنصرية مثلا والأمنية أيضا القاسية الشديدة أيضا، وأيضا عمليات قطع الطرقات والحواجز وإلى آخره من كل الإجراءات التي تعرقل حياة المواطنين الفلسطينيين وتقمعهم وتنتهك حقوقهم الأساسية. هذا بمعنى القول بانتفاضة ثالثة، يعني وخاصة عندما تخرج من قيادات من حماس كانت قد وقعت اتفاقا وصفت مع إسرائيل وصفت فيه الأعمال المقاومة بالأعمال العدائية تماما، يعني هذا أن هنالك احتمالات أن تخرج من الضفة الفلسطينية أيضا أعمالا عدائية بهذا المعنى. لا يمكن تسميتها بالمقاومة بهذا. بمعنى آخر قد يحسب الإسرائيليين أن هنالك عمليات تفجير ربما قد تحصل، هنالك عنف مسلح ممكن أن يحصل مثلا في الضفة الفلسطينية طالما أن حماس تدعو لهذا الأمر، لكن أنا على يقين أن الإسرائيليين يعرفون جيدا ويعلمون جيدا أن هدف حماس من هذه الدعوات هو إرباك السلطة وأضعاف السلطة، لأنهم يتوقعون أن إسرائيل سترد بعنف شديد على أي عمل مسلح عنفي، وبالتالي ستتدمر مؤسسات السلطة، وهذا ما تريد حماس في المنطقة. ولكن هذه الإجراءات أو بالأحرى هذه التصريحات أنا بيقيني أن الاحتلال الإسرائيلي يأخذها مبررا وذريعة لمثل هذه الإجراءات العنصرية. نحن نعرف، نحن ندرك جيدا أن العنصرية تتنامى فعلا لدى المجتمع الإسرائيلي بسبب الأحزاب والجماعات ذات النزعة التي تسيطر الآن وسادت بشكل أوسع من السابق قيادة وشعبا، يعني مش في المستوى السياسي والجماهيري. طيب. كتبت مقال اليوم في صحيفة الحياة الجديدة تجربتنا ومواقفهم الزئبقية، قلت بأنه حبذا لو أخذت النخبة السياسية العربية في الحكم أو في المعارضة التجربة الفلسطينية بإيجابياتها وسلبياتها، فتجربتنا الثورية والتحرير
الحرية والديمقراطية نقية في أكثر الجوانب، وهي تستحق البحث لمن أراد العلم والفائدة. وليتذكر إخوتنا العرب أننا في فلسطين معيار نجاح سياستهم في المنطقة أو فشلها، فلا تستهينوا بتجربتنا. حقا مسألة يعني ما جرى في مصر أيضا لم يتعلموا من التجربة الفلسطينية، ما جرى في سوريا وما أشرت له في مسألة المعارضة، يعني حتى في التعامل الداخلي وفي التعامل أيضا مع القوى الدولية في صياغة يعني توجهاتهم السياسية كحكم كنظام حكم أو كمعارضة على الأرض. كيف نفهم أو كيف أيضا نقيس ما تفضلت به على هذا المستوى العربي، نقيس أيضا على مستوى حركة حماس؟ هل حركة حماس أيضا تتعظ من تجربة منظمة التحرير مع الفلسطينية مع صراعها في مع إسرائيل أو مع العلاقات الدولية وتحديدا مع الولايات المتحدة، خصوصا وأنها يبدو وكأنها تنحى نفس المنحة؟ هنا المشكلة، أن حتى حماس وهي التي تعيش معنا على الأرض، يعني هذه هي جزء من هذا الشعب الفلسطيني وقياداتها جزء من الشعب قيادات الشعب الفلسطيني، أنها لم تتعظ أيضا من تجربة منظمة التحرير. بمعنى كلنا ندرك الكثير من الأخطاء التي حصلت طوال 20 عاما من المفاوضات، ولكن بالنهاية أوصلت مصر إلى أن تكون راعية للاتفاق أو بالأحرى ضامنة لأمن إسرائيل. وبحكم هذه العلاقة الوطيدة ما بين نفس التيار الإسلامي الذي الحاكم في مصر والذي يسيطر على غزة، تقصد بأنها انجرفت أكثر يعني. نعم أكثر وربما وبوصف الأعمال العدائية بالمقاومة للأعمال العدائية، هذا أيضا التجربة، الأحزاب العربية والقيادات العربية والقوى العربية في المحيط العربي أيضا لم تتخذ منها، لم تتعظ ولم تأخذ العبر ولم تستخلص. لا تجربة حكم الإسلامويين الممثلة بحماس في قطاع غزة وما شابه من مشاكل وما أيضا انهيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية والانقسام الذي حصل الذي يؤثر الآن ويدمر القضية الفلسطينية، انتشار التيارات الإسلاموية أيضا في المحيط العربي يدمر البلاد ويدمر المجتمعات. طيب ربما قد يقول قائل بأنه أيضا نحن كمنظمة التحرير يجب أن نتعظ من تجاربنا السابقة ومن تجربة لهذا السبب الطويلة. كانت طيب. كانت القيادة السياسية قد أخذت هذه القرارات الحاسمة في التعامل مع كل القضايا بشكل ينافي تماما رغبات الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة أو على الصعيد المصلحة الوطنية العليا. طيب. دائما هي أنا أدرك أن الوقت أبطي. أستاذ موفق مطر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، حتى ألقاكم يوم غد، هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية. إلى الزاوية الكاريكاتيرية فلتتفضلوا، دمتم بخير وإلى اللقاء.